في إطار تواصل جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي بالمحافظات المختلفة، تفقد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عمرو نور الدين المنطقة الاستثمارية بمركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. استهدفت الزيارة متابعة سير العمل بالمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع. كما استهدفت أيضا تفعيل آليات التعاون بين الهيئة ومبادرة ابدأ لدعم المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية.